معجزة حقيقية تتجلى أمامنا اليوم في عمر النبي صلى الله عليه وسلم. انظر معي أخي الحبيب، قبل أن أعرض الآيات دعني هنا أذهب معك إلى مراحل النبوة. هذه معلومات ينبغي أن نعلمها جميعا. النبي قبل أن يتوفاه الله أمضى 10 سنوات في المدينة، وقبلها 13 سنة في مكة، و40 سنة عمره عندما بعث نبيا. المجموع 10 و13، 23 و40، 63 سنة هو عمر النبي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام توفي بعمر كم؟ 63 سنة. سنرى هذه النتائج في القرآن الكريم بطريقة مذهلة. انظر معي، القرآن تحدث عن وفاة النبي في 3 آيات فقط في القرآن الكريم. انظر الآية الأولى هنا: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. هذه الآية رقم 1، فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. الآية رقم 2: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. الخطاب للنبي هنا وهنا: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الآية الثالثة والأخيرة، هذه لا يوجد غيرها في القرآن: فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. إذن 3 آيات. أين وضع الله هذه الآيات الثلاثة؟ ستفاجأ عندما تعلم أن الآية الأولى وضعها في سورة يونس، رقمها في القرآن كم؟ 10. انظر معي أخي الحبيب، الآية الثانية أين تتوقع أن الله وضعها؟ وضعها في سورة الرعد، رقم سورة الرعد 13. انظر معي، الآية الثالثة سبحان الله شيء عجيب، علمت أن أين وضعها؟ وضعها في السورة رقم، في سورة غافر، رقمها 40. سورة غافر في القرآن نفس 40 هنا. انظر، رتب الله هذه الآيات الثلاثة، اختار 3 سور. أول سورة رقمها 10، نفس سنوات الدعوة في المدينة. ثم الآية الثانية في السورة رقم 13، نفس عدد سنوات الدعوة في مكة. ثم السورة الآية الثالثة وضعها في السورة رقم 40، نفس عمر النبي عندما بعث. مجموع هذه 40 و13 و10 هو 63 عمر النبي الكريم. والآيات تتحدث عن ماذا؟ عن وفاة النبي. لا نملك إلا أن نقول سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله. أحبتي في الله، سنتحدث اليوم عن معجزة العدد 63 وموت النبي الكريم، بعد نشرنا لمقطع يتعلق ب وفاة النبي نتوفينك، وأن الآيات الثلاثة وردت في 3 سور مجموعها 63 تحدثت عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءنا تعليق: لماذا لم تتحدث عن موت النبي؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فنريد اليوم أن نبحث عن كل الآيات في القرآن التي تحدثت عن موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الآية الأولى في سورة آل عمران. الآية الثانية أيها الأحبة في سورة الأنبياء: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة سبحان الله، سوف نكتشف نفس المعجزة في هذه الآيات الثلاثة: إنك ميت وإنهم ميتون، سورة الزمر. هذه الآيات الثلاثة أيها الأحبة: أفإن مات، أفإن مت، إنك ميت، لا يوجد غيرها في القرآن. 3 آيات تتحدث عن موت النبي، تماما مثل الآيات الثلاثة التي تتحدث عن وفاة النبي، والتي جاءت مجموع السور هو نفس عمر النبي 63. طيب هنا هل تتكرر
هذه المعجزة أم أنها صدفة؟ دعونا نبحث عن أرقام السور. سورة آل عمران رقمها كم؟ رقمها 3 في المصحف، وسورة الأنبياء رقمها 21، وسورة الزمر رقمها 39. إذن الله عز وجل كما أنه وضع الآيات الخاصة بوفاة النبي نتوفينك في 3 سور، أيضا وضع هذه الآيات الثلاثة التي تتحدث عن موت النبي في 3 سور. السورة الأولى رقمها 3، السورة الثانية 21، والثالثة الزمر 39. كم المجموع؟ احسب معي أخي الحبيب. 3 + 21 24، + 39 4 و9 3، و3 و3 6، وهو عمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. انظر معي هنا، الله سبحانه وتعالى اختار لحبيبه أن يعيش 63 سنة، وتحدث عن موته صلى الله عليه وسلم في 3 آيات. الآية الأولى في السورة رقم 3 هنا، الآية الثانية في السورة رقم 21 وضعها هكذا، الآية الثالثة وضعها في السورة 39. المجموع هنا أخي الحبيب كم؟ مجموع السور الثلاثة هو 63. دقق معي على هذا الرقم، هو عمر النبي الكريم، ليتبين لنا أن القرآن هو كتاب المعجزات، فالحمد لله رب العالمين. هذه الآية الكريمة تتحدث عن وفاة النبي عيسى عليه السلام ورفعه إلى السماء وتطهيره من الذين كفروا. سيدنا عيسى باتفاق المسلمين والنصارى عاش 33 سنة، يعني رفعه الله إليه بعمر 33 سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يدخل أهل الجنة على ميلاد عيسى 33 سنة. إذن هذا رقم ثابت. انظر معي أخي الحبيب إلى هذه اللطيفة القرآنية المبهرة. هذه هي الآية الوحيدة التي خاطب الله بها سيدنا عيسى فقال: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. كم عدد كلمات هذه الآية وما علاقة ذلك بعمر عيسى عليه السلام؟ انظر معي، سأعد الكلمات واحدة واحدة. إذ قال الله يا عيسى، هنا الرسم العثماني، انتبه لأن القرآن فيه إعجازات كثيرة. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل، طبعا هنا الواو 15، وجاعل الذين اتبعوك 18 فوق 19 الذين 20 كفروا إلى يوم القيامة 24، ثم 25 إلي 26 مرجعكم 27 فأحكم 28 بينكم 29 فيما 30 كنتم 31، انتبه معي، فيه 32 تختلفون 33. انظر معي أخي الحبيب، المسيح رفع، توفاه الله ورفعه إليه بعمر 33 سنة، وأنزل الله سبحانه وتعالى آية يتحدث فيها عن رفعه إلى السماء، واستخدم 33 كلمة. ألا تدل هذه المعجزة على صدق القرآن الكريم؟